للشعر رائع افعلوا مثلي، استبدلت بلسم الشعر. لماذا تستعملين بلسم الشعر العادي؟ شعرك يمكن أن يحصل على تغذية مكثفة. بس أنا ما أقدر أروح للصالون كل يوم. أنت تحتاجين فاتيكا حمام زيت الذي يعطي كل العلاج وفي المنزل. فاتيكا حمام زيت غني بالخلاصات الطبيعية مثل الزيتون الذي يغذي الشعر، الصبار الذي يمنع تساقط الشعر، الثوم الذي يعزز النمو الطبيعي للشعر. كلهم معا يغذون الشعر ويرطبونه لكي تحصلين على شعر أنعس ناعم ولامع. للشعر رائع افعلوا مثلي، استبدلت بلسم الشعر بحمام الزيت من فاتيكا. فاتيكا حمام زيت.